السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد، حلقه جديده عن ببجي. بهذا الفيديو انا كنت عم بقلب بالالعاب، ايش بدي انزل. المهم فاستنتجنا فيها تحديث لببجي، هلا استغربت اني شفته صراحه، قلت خلينا ننزله ونجرب التحديث ونلعب جيم ببجي. شلون المهم نجلد الناس بس ما عم تزبط. زبطت تمام بس ايد صارت توجعني، شلون نلعب فيها ما بعرف. المهم فراح نلعب جيم ببجي ان شاء الله نجلد، راح انزل سولو طبعا، ما بدي وجه راسي انزل مع الناس لانه بتعرفوا انتم انا يعني شخصيه كثير مشهوره ويعني هذا التصفيق، ويعني دائما احنا المتابعين والمشاهدين والمشتركين بارك الله فيكم، الله يشكي الله يسا الله هيك يزودهم ويكثرهم يا رب ويثبتهم على طاعة الله تعالى، فالله هيك يكرمنا ويكرمكم يا رب من كل واحد شيء يتمنى يا رب، والله يكرمني انه الله يزودكم. المهم بس احكي لكم شغله صراحه، انتم جوز عم بتشوفوني خلال الفتره هاي بجد مقصر كثير بالفيديوهات لسبب اوف مش باي الارض عم تجي ايش في. المهم واو وات ولا انت تسمع الصوت؟ واو ايش هي؟ الاي ما حضرت مصر، لاني حضرت مصر ما طايره بالهواء نازله بالارض بس ما يخبطنا راح. بحياتي ما شفت هي، ايش ببجي صارت تخترع الحضارات من عندها. المهم ايه بعتذر منكم من المقصر كثير بالفيديوهات لسبب اوف 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 ايش هاد؟ والله بانه طلع المايك شغال بس كان رح ننزل، انا طبعا تعرفوني معرق مره فرح ننزل سكول. شيء بدي اقول لكم اياه قبل ما انسى، بعتذر لانه ما عم بنزل لكم خلال الفتره هاي او فتره بعد العيد، يعني تعرفوا انه طلعنا من بعد العيد فكان شويه شغلات خلصتها، وبعد ما خلصت هاي الاشياء ما عم بنزل لكم فيديوهات لسبب واحد، مثل ما انكم شايفيني ما لابس نظارات وانا ما عندي نظاره، هاي النظاره قديمه بس ولكن هاي النظاره القديمه ما بعرف وقت عم بلبسها، هسه راسي يوجعني كثير فهيك كمان عيوني بيوجعوني فما بقدر اروح على الكمبيوتر مدات طويله او يعني وقت طويل، فلذلك راسي بيوجعني تمام، راسي بيوجعني لاني ما حاطط نظاره، واذا حطيت نظاره بزيد علي الوجع. شلون ما يكونك انت فايق من النوم مالك مركز، انت فتح عيونك وبارك وكل شيء بس انت مخك متغيب او مالك مركز، انا هيك اللي عم بيصير فيني، فلذلك كنت اعتذر وبعتذر منكم شوي بس بما تزبط هالنظاره ويجيب لي اياها ابو النظارات وبخلص من القضيه، اساس هو وعدني اليوم تجيني، فان شاء الله الفيديو الجاي بتشوفوني لابس نظاره، اصلا ما شفتوني لابس نظاره فاعتذروني على هالتقصير يعني عم بتشوفوه. وانا وين نازل؟ واه معلم انا التهيت بالحديث ونسيت وين نازل، يا جماعه شماعه يا جماعه انا عايز شماعه شوي يعني بس ابو مع سلاح. شوف انا شفت بوك ايه، طيب انا ايش اعمل انا ايش اعمل، التهينا بالحديث صرنا عند هذا الغبي، يعني لو هاجم عليه من الاول كنت قتلته. طبعا شباب في هون هلا انتبهت كمان في معابد هون فرح ننزل قريب من المعبد، خلينا نروح بوشينكي، بعد بوشينكي بروح على هذا المعبد. ايه تمام هي نزلنا وهلا طلنا بالهواء. ايه كنت اقول لكم مقوله قبل شوي لما متت، عادي ما بتخسر غير التجار، هاي المقولة يعني، بس ولكن أنا بوجهة نظري التاجر إذا كان تاجر بحق ما بيخسر أبدا، يعني اللي بيخسر غير التواجر وليس التاجر، هاي المعلومة حبيت إني أشارككم فيها من هذا المنبر على هذه الطاولة على هذا الكرسي اللي بارك عليه على هذا المايك اللي عم بحكي فيه، من هذا المنبر أحب أن أوجه لكم وأقول لكم إنه التجار ما بتخسر، التواجر يخسر بس. طبعا ما راح انا انزل مع هذا الغبي، والله ما في غير هو نزل، والله ماني مخاطر انزل، راح انزل على البيت الابي اخضر هذاك. مين هاد؟ مغني هون زوزوزو. واو كان جابني المجنون. يا ولد بدك تطين عن ابو حظك. هلا بناء على القاعده اللي انا قلتها قبل شوي، فانا
صراحة بكتشف بعترف من هذا المنبر كمان، من على هذه الطاولة، من على هذا المايك، من على هذا الكرسي، أنه أنا تاجر ولست تاجر في ببجي. نعم إنني بوت، نعم يمكن بوت بيعرف ينزل أحسن مني وبيلوت أحسن مني. نعم أنا بعتذر من منبري هذا لكافة المتابعين والمشاهدين والمشاهدات. الآن نختار وجهة النزول للمرة ما بعرفش قد، إن شاء الله ما نشرشح للمرة ما بعرفش قد. طبعا أكيد هذا المكان راح يكون مزدحم جدا مثل فورتنايت لما يصير في حدث، فتلاقي كل العالم نزل في نفس المكان وأنا ماني محترف نزول. فأوف هاي الهون راحت، صارت هون، خلاص معناته نروح لهون خيو. إن شاء الله يعني حسب خبرتي في هذا المجال النزول الحر والطلق الحر إن شاء الله بنقدر ننزل. ما شاء الله أنتم شفتوا الفيديو كلياته أنا طاير بالهواء الحمد لله، ما شفتوه ولا ماشي بلا، كان بيخلصوا الفيديو أنتم شايفين طاير بالهواء. يا معلم نزلنا على المدينة، يا معلم يا معلم لا تشرشحنا، يا معلم يا معلم شرشحنا، اسكت والله ما نصل للمدينة. وصلني المدينة، ما بدي أكثر من المدينة، المدينة يا غالي المدينة. يا الله الله لا تشرشح مسلم، آمين يا رب العالمين. أنا بيطلع لي واحد موجود هناك، ما في حدا هناك. أو بلقينا نشوف أنا وأحسن هلا. 400 M4 M416 ما بعرف، لا هذا مو كويس، هذا أحسن والله معلم. يعني أنا لا أخفيك سرا إنه لود جميل، طبعا من الواضح إنه فيهم مهمة أنا ما بعرف شيء، بس المهم ما راح أوجه راسي عليها انه حاليا انا راح اجلد، لانه انا نزلت وصلت الارض وعملت يعني انجاز جدا عظيم اني انا وصلت الارض يعني. فما راح اضحي بحالي بتضحيه سيئه او اني اموت موتت نهاد. ما في حدا والله، فكر حالي عم بلعب مثل فورتنايت اول ما تنزل العالم كلها تنزل، اما طلع حدا نازل اساسا يا زلمه. طبعا الجدير بالذكر صراحه انه فورتنايت عم بتقلد ببجي في موضوع بيدونات المازوت والسيارات التنقل وتاريخ تعبئة المازوت، بس طبعا هنيك في كرياتيف اكتر، في سيارات سريعة، في سيارات فخمة، في سيارات يعني بتاخدهم بس بتشفط فيهم اللعبة كلها كأنك عم تلعب لعبة سيارات. متعة من نوع اخر، بس يعني حبينا نشارككم هالموضوع ونعطيكم خبر عن لعبة فورتنايت، لانه احنا كمان بننزل عن لعبة فورتنايت، فاذا كنت تتابعني هون فممكن تتابعني على فورتنايت. عم نفد. طب شلون بشوفهم انا باللعبه بيحولوا بسرعه وانا ما بقدر احول بسرعه؟ ايش السالفه؟ اللي بيعرف يكتب لي بالله يعني. يا حرام يعني، انا بصراحه ازعل عليك، ازعل عليك، بزعل عليك، والله بزعل عليك ومش قلت اني بحبك، بزعل عليك اني قتلتك برصاصة ومش خايف، بزعل عليك بزعل عليك. هذاك واحد شوف، هو دخل البيت، والله ما دخل البيت. هو الوقف يعني لعبه، من وقفك انه هو على عكس فورتنايت، من وقفك الهواء، او من وقفك الهواء، لما لعبت تماما متعارضه مع الالعاب الثانيه تماما. هو جاي طاير على اساس يفكر راح يلاقي حدا يقتله. الله يا معلم، الله يا معلم، الشبه التحتانيه يبسانه والشبه الفوقانيه في عليها تلولي طالعه. اي يا شباب والله بتفتح. اوه في هذا ميت هون، يا حرام شلون هذا ميت؟ يول شو هذا؟ ايش هي تنتقل يعني؟ يعني بتركبها وبتروح؟ والله بتمشي؟ وات؟ وات ذا فاك؟ استنوا خذوني معكم. عجبوني الناس تفهم مثل فورتنايت انه اذا رقصت قدامه ما بيقتلني. والله هذول المعفطي، الله يلا استر وين؟ عمه يا باشا لا، راح تروح البنية الثانية. هو
وبيحكوا ان الام كتير قوي. ان شاء الله ما نجيب العيد بس كل امورنا لوت باذن الله. ما في يوم باب وينه؟ الله يستر. معلم إذا عجبنا الأم ونصير لنا فيه على طول، بس انا ارهقتها يعني جد الزونة. انا بحزر وين العالم؟ شوفوا من الواضح انه غش. انا شوف انا غبي، انا غبي وحمار بركتك يا عم، غبي وحمار اثنين سوا. الله اكبر، العالم كلها نازل عليه. اكلنا هوا اكلنا هوا بالكندرة. شوفوا اذا طلعت طيب منه بتشوفوا الفيديو لنهايته، اذا ما طلعت طيب منه يعني انسوا. جي 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 والله جي جي. تعال ننزل هون معلم على هاي الاون، هذا البيت الصغير او هذول البيتين لحال، احتمال انه نشوف حدا في وش شي جدا كبير، فلازم تكونك صاحي ان شاء الله. من وين هذا ابو الدرجي؟ يعني انا بدي افهم ايش بهالمعبد المعبد ذاك وشفته. كنت عارفين ولا طيلي؟ بلش ياخذنا هذا، شكلنا بلشنا ننطلق. اي أيوة والله يا ملا. واو ايوه اللي بيضل على سطوحها خلاص صرت انت موجود لاخر الجيم. ايوه هذا جماعه الزبينه. ايوه الله ده قد فهمت. طب هلا شلون بدي ينزلوني؟ هو ما بعرف ايش اضرر السقوط بهي اللعبه حاليا،
بس شكله بيهوي يعني. معلم أفد معلم، بناء على ما تقدم فنحن رح نبرق ونستنى ننزل لتحت هذا الجامع، مو الجامع أنا هذا المعبد. أيوة هلا هيك نبرق ننتظر بين ما نوصل، بس خاف حدا ينترني سنايبر. بس خلينا نرجع هيك لورا، لأن الهكرية هون بهي اللعبة صايرين اشي بومباستيك يعني. أبوه الله يوفقه. شو هذا طلع فوق؟ خوفني الكلب. لا شلون طلع فوقي؟ الله يغشه. في دراج. طيرته. بس انا شلون بدي اطلع؟ خرب الديار وشلون طلع؟ خوفني الكلب. الله معلم انا زلمه ببجي جد والله لازم احترف. شلون طلع الكلب لفوق؟ اه في يوم باب تاني. ايوه ايه بس شلون طلع؟ وانا بارك تحت صار لي ساعه عم بفتل عم بفتل عم بفتل، طلع الزلمه مستانس فوق وبارك. مش هون انا اغراض غلط، هذا كل ما اغراض ربنا. الكلب شلون كان فوق؟ جنني. انا سويت بشرفكم اغبى مني فيه، بشرفكم في اغبى ما في. بكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لحسن المتابعه. انا شو اللي صار ما بعرف، المهم متت بطريقه غبيه بطريقه لم افهمها، وما لقيت اللوت اللي قتلته لهذاك وقتلته في طريقه احترافيه طبعا بيرفكت، بس شلون طلع فوق ما كنت بعرف يعني، هو لانه قتلته انا عن طريق الحظ. المهم بس، وبكون وصلنا هون نهايه الفيديو. شكرا لحسن المتابعه، وشكرا لكم، وشكرا للايكات اللي حطيتوها، وشكرا لانكم وصلتوا لهي الثانيه. ولا تنسوا الاشتراك تحت تعليقاتكم رايكم باحترافي انا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.